الورشات اللي تم تنظيمها بشكل اكاديمي، هناك كذلك ورشات اللي تم خلالها يعني تمرير الخطاب، تمرير الاهداف ديال المشاركه المواطنه من خلال العديد من التعبيرات الفنيه، حيث في المحور الثاني اللي كانت هناك انشطه ذات طابع فني اللي تركزت على انتاج واعداد عرض مسرحي تحت عنوان الكنز فيه وفيه من سيناريو الاخ الى السماع المسؤول عن المسرح تنشيط مسرحي في مركز دار امستردام التابع للجمعية تايكوندو بحي المنار، وكذلك مجموعة موسيقية من التلاميذ ومن الأطفال ومن الشباب اللي منخرطين في هذا المركز. كان المحور الثالث اللي تركز حول أنشطة الحوار حول القضايا الراهنة للشباب عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وهذه كانت تجربة جديدة اللي خاضتها جمعية تايكوندو، هو يعني محاولة التواجد ضمن هذه الفضاءات ديال الحوار الاجتماعي، خاصة اللي كما معروف من خلال شبكة التواصل الاجتماعي والأساس فيسبوك، اللي تم تنظيم بعض الأنشطة حوارية عبر هذه الصفحات ديال الفيسبوك، عبر صفحة فيسبوك اللي تم إعدادها خصيصا لهذا البرنامج، واللي عرفت واحد المشاركة إيجابية وكبيرة من طرف الشباب. تمحورت حول موضوعين، الموضوع الأول كان حول سياسة الجماعة في دعم تشغيل الشباب، والمحور الثاني هو حول الحفاظ على الرأسمال الإيكولوجي في مدينة عريش. على مستوى المحور الرابع كانت هناك أنشطة ذات طابع تحسيسي عبر مواقع التواصل الاجتماعي دائما، وفي نفس الإطار قامت الجمعية بإنتاج فيلم تعليمي واحد فيلم بيداغوجي اللي تم كيتم العرض ديالو خلال مختلف الأنشطة، وأيضا اللي تحط واللي تم العرض ديالو عبر صفحة الفيسبوك ديال البرنامج، واللي عرفت المشاهدة ديال أكثر من 500 مشاهدة من طرف الشباب. المحور الخامس واللي تهم ورشات حول آلية التأثير على السياسة العمومية، فهنا تمكنت الجمعية في إطار البرنامج من تنظيم ورشتي حوار مع حول مجلس الشباب، المهمة التحديات ومكانة الشباب في البرنامج الجماعي، وتقنيات التأثير على السياسة العمومية وتنشيط الحوار العمومي، وهنا حاولنا ما أمكننا لنا باش نوقفوا أولا على بعد تطور التجربة الجماعية ديال جماعة العرائس فيما يتعلق بمجلس الشباب، وقوف على المكتسبات وكذلك المعيقات اللي حالت دون يعني استمرارية العمل ديال هذا المجلس هذا. في المحور السادس تم تنظيم موائد مستديرة موضوعاتية اللي همت مجموعة من المواضيع، إدماج الشباب في السياسة العمومية وأيضا بالإعلام، يعني كان يوم يتخصص وسائل الإعلام حول المناقشة ديال دور الشباب وتأثيرها في السياسة العمومية. كانت التعابير الفنية للشباب من خلال رهانة الواقع، واللي كانت يوم يعني كان ناجح من خلال مشاركة مجموعة من الشباب اللي عندهم تجارب فنية اللي عبروا توما كذلك على مدى يعني شنو هما الانتظارات ديالهم على مستوى السياسة العمومية المحلية. ايضا المحور الثالث اللي كان هو تشغيل الشباب، الرهانات والتحديات. فيما يتعلق بالمحور السابع كان هناك ندوه لتقاسم التجارب، هنا هذا المحور هذا اللي هو في الاصل المشروع كان هو يعني تبادل التجارب اللي كان المفروض ان تكون عندنا مع جماعات اخرى، يعني كان من يعني في التصور الاول المشروع الاولي كان هو تنظيم زيارات ميدانيه لجماعات اخرى للوقوف على التجربه ديال الشباب ضمن الجماعات، لكن للاسف مع الظروف ديال كوفيد 19 كما كنعرفوا حالات دون ذلك، وبالتالي تم تعويض هذه الندوه هذه بندوه محليه اللي ضمناها، واللي قمنا باستدعاء بعض التجارب ديال اللي تم فيها التاسيس ديال فضاءات المواطنه، كانت تجربه ديال سالات، تجربه ديال الباقي. اذا المحور الثامن كان هو ورشه حول السياسات المحليه، هذه الورشه كان هدف من الخروج بالكتيب الابيض اللي هو الان يعني في النسخه الاوليه ديالو اللي هو يعني موضوع الحال ديال هذه الندوه الصحفيه، هذا الكتيب الابيض اللي من خلال مجموعه من الخلاصات والتوصيات اللي صدرات على مختلف هذه الفضاءات ديال الحوار والنقاش اللي تم تنظيمها، اللي هي خلاصات كما قلنا وتوصيات كيرفعوها الشباب الفاعلين على القيمين على السياسات المحليه. اذا على مستوى الارقام يعني طيله يعني مسار ديال هذا المشروع، فاستفاد من تكوين 117 اللي مقسمة على الشكل التالي، هناك ورشات للتفكير حول التأثير على السياسة العمومية استفاد منها 98 شخص، مشاركة في الموائد المستديرة 122 اللي مقسمة على الدعم التالي أيضا، فيما يتعلق كذلك بالبرنامج التحسيس عبر منصة التواصل الاجتماعي اللي كان فيه
التعاون ديال مالنا 6951 شاب. فيما يتعلق بورشات الحوار عبر وسائل التواصل الاجتماعي دائما، حيث هناك اقبال كبير من حيث عدد المتتبعين يعني لون دو فيو اللي وداهز 31,065. كما ان ندوه تقاسم التجارب اللي عقد مشاركه ديال 18 شخص اللي كما قلنا كتمثل مجموعه من تجارب الفضاء المواطنه على مستوى يعني التراب الوطني. وفيما يتعلق بالورشه التفكير حول السياسه العموميه شارك فيها 42 شاب اللي شاركوا في هذه الورشه هذه، واللي من خلالها كما قلنا هناك يعني الورشات اللي ورشه اللي فرزات على اعداد عارضه اللي تم ايداعها لدى المجلس الجماعي، اللي كما كان هناك نقاش يعني حيوي داخل الورشه ديال الاعداد لهذه العارضه، واللي كانت هناك مجموعه من المقترحات حول الاولويات او المشاريع الاساسيه اللي كتدخل في اهتمامات الشباب، واللي استقر الراي ديالو في الاخير على عارضه حول الموضوع اللي يتعلق بالمسار والمآل المحطه الطرقيه القديمه، واللي استقر الراي ديال الشباب على مطالبه بتكوينها فضاء ثقافي. تم اعداد عريضه في الموضوع وايداعها لدى المجلس الجامعي. اذا يعني بعجاله هذه مجموع يعني الابراج اللي تم تنظيم انجازها ضمن هذا البرنامج هذا، كذلك خلص يعني هذا البرنامج من خلال مختلف هذه الورشات العديد من التوصيات اللي رافعينها الشباب، من بينها مثلا توفير الشروط الضروريه لمساعده الشباب على احياء مجلس الشباب من دون اي تدخل للمنتخبين، نبذ النظره السلبيه للشباب واعطائهم دور ومكانه في خريطه الفاعلين بالمدينه، دعم جمعيات ومنظمات الشباب لتقويه انخراطهم واهتمامهم بقضايا الشان المحلي. اذا كذلك العديد من التوصيات اللي هي مثلا اعاده ترميم واصلاح ملاعب الكره ومضاعفتها داخل المدينه مع وضع نظام لضمان عدم تعرضها للتخريب. اذا هذه من التوصيات اللي صادره واللي هي كلها يعني مضمنه في هذا الكتيب اللي تم اعداده في اطار هذا البرنامج. اضافه اللي تم اعداد واحد شريط فيديو بودكاست حول اللحظات القويه اللي عرفها هذا البرنامج يعني طيله هذا المسار. اذا كما قلنا هذو بعجاله يعني الخطوط العريضه والمحاور الاساسيه اللي تم يعني تنظيمها ضمن هذا المشروع ضمن الملف الاعلامي اللي هو بين يديكم. يعني هذا الخط التفصيل فيما يتعلق مختلف هذه النتائج والمجموع البرامج اللي تم انجازها. جمعيه ايكوديل للتنميه العادله بالعريش من خلال هذا المشروع الاستفاده من انفتاح المجلس ديال مدينه العريش على الشباب عبر تاسيسه لمجلس الشباب كاليه من الاليات المشاركه الديمقراطيه، وذلك من اجل تتمين هذه التجربه. الملاحظه اللي كانت لاحظت ايكوديل من خلال هذا هو ان كاين اليه من الاليات اللي هي قويه واللي هي جد متقدمه ربما ما موجوداش في مدن اخرى، اللي هي مجلس ديال الشباب اللي خلقوا المجلس ديال مدينه العرايش، واللي دمجوا داخل القانون الداخلي ديال المجلس، يعني ولا عنده صبغه استشاريه قانونيه، ولكن ما كانش هذا المجلس كيقوم بالدور المنوط به. ارتئينا من خلال هذا البرنامج في تقاطع مع مجموعه من البرامج الاخرى اللي اشتغلت عليها ايكوديل اننا ندعموا هذا المجلس، نحاولوا ان نفعلوا هذه الاليه اللي تحقق داخل مدينه العريش. وهكذا تم بلوره المشروع على محاور ثلاث هي اللي غادي نتكلموا عليها، اللي هي الاهداف مترابطه فيما بيناتنا ما بينها وباستعمال تقنيات تدخل متنوعه. كيف ما قال سيمون قبيله استخدمنا في هذا البرنامج مجموعه ديال 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 التقنيات ديال التدخل فنيه، ورشات ديال الحوار، موائد مستديره، ورشات ديال التكوين. نوعنا باش نحاولوا ان يكون عندنا واحد الامباكت، واحد الاثار كبير من خلال هذا البرنامج على الشريحه المستهدفه الاولى اللي هي الشباب.
إذن وهكذا تم بلورة المشروع على محاور ثلاث مترابطة فيما بينها، وباستعمال تقنيات تدخل متنوعة ترم كلها إلى فتح الحوار بين شباب مدينة العرائش حول القضايا الراهنة التي تهم الساكنة بشكل عام، وكذا الاهتمامات المشتركة للشباب بشكل خاص بغية الوصول إلى العناصر الأساسية المشتركة التي تمكن من إدماج الشباب واهتماماتهم في السياسة العمومية المحلية. الهدف الأخير المطاف اللي كنا كنترجاو واللي ترجمنا من هذا النشاط هو أن نحاولوا في الأخير نخرجوا بخلاصات عامة اللي تكون على شكل توصيات من أجل يكون عندنا سياسة عمومية محلية اللي حاول تبناها سواء المجلس هذا ولا المجالس اللي يكون تجي من بعد حول إدماج الشباب في السياسات العمومية ديالها، واللي يمكن من خلاله نيت أنه ترافع الجمعيات الشبابية حول القضايا ديالها اللي يكون عندها واحد التصور اللي تخاد من 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 النقاش العمومي ما بين جمعيات وفئات ديال الشباب، يكون محاور اللي هي مشتركة اللي يمكن تحرك عليها النقاش العمومي ودفع من خلال أن يكون عند يكون الشباب الكلمة ديالهم والاهتمامات ديالهم داخل النقاش العمومي والأخص داخل السياسات العمومية المحلية. الأهداف العامة، الأهداف ديال البرنامج، الهدف العام هو المساهمة في الرفع من مشاركة المجتمع المدني في السياسات العمومية. الأهداف الخاصة بالبرنامج كما قال المؤمن هي تسهيل ولوج المواطنين بشكل عام والشباب على الخصوص إلى رهانة المشاركة الديمقراطية من خلال دعم المعلومة والتحسيس والاستماع من أجل انخراط أحسن في الحياة الجماعية. المساهمة في تطوير قدرات الشباب والفاعلين المحليين على تقنية تأثير السياسات العمومية، المساهمة في تفعيل ميكانيزمات الديمقراطية التشاركية وتشجيع الحوار والتقاسم. الفئات المستهدفة من البرنامج، البرنامج يستهدف بالأخص فئة ديال الشباب، كان موجه بالأخص للشباب، وحاولنا أن في جميع إلا الورشات التكوينية لأن كان لابد أن يكون عندنا مكون واحد، جميع الأنشطة الأخرى لابد حضور ديال الشباب فيها، يعني أنهم كان عندهم موقع كمتدخلين كمنشطين باش أن يسمع الصوت ديال الشباب هذا بالأساس، وثاني هو أن ندمجوا هاد الشباب ونعطيهم فرصة بأنهم يعبروا على ذاتهم ومش فقط متلقين حل البرامج الأخرى كل شيء تجي تسرد عليهم فقط. وهنا أنه في كل ورشات في كل أنشطة كان لابد حضور ديال شاب أو شابة اللي كتحاول تعبر وتعطينا فرصة باش أنها تمثل الشباب والآراء ديالها. المدة ديال البرنامج كانت هي 11 شهر اللي اضطرينا أن نمدوها بحكم الظروف ديال اللي صادفت ديال الوباء، وطلبنا بأنه يكون واحد التمديد آخر، ووصلنا إلى سنة كاملة يعني امتداد من مارس 2020 حتى فبراير 2021. إنجازات ديال المشروع بشكل عام، المشروع إلى حد الآن وصل من المستفيدين منه 35400 مستفيد، وهذا عدد ضخم كبير. أغلبية ديال هاد الشباب اللي ما نقولوش كلهم شباب، 35000 كلهم شباب، و 346 فقط 67 اللي هما غير شباب، والأغلبية هما الناس إما أطر ديال الجمعية اللي ربما كيكونوا حاضرين أو لا المتدخلين اللي كنضطروا لأن الناس اللي هما قاعدين، ولكن دائما في 99% كان الحضور هو الشباب والاستهداف هو الشباب. ما بين الإناث والذكور كنشوفوا كاين الذكور أكثر من الإناث 25575، الإناث كانت 9838، غادي نشوفوا علاش هذا التباين كان وشكون اللي أثر فيه، كاين شنو النشاط اللي عطاه هذه العملية أكثر في التباين. أنشطة دعم قدرات الشباب، أنشطة ديال الدعم كانت عبر ثلاثة ديال دورات تكوينية، كلها دازت عن بعد بحكم الظروف اللي كانت صعيبة ديال الكورونا. كانت الأحكام الدستورية والقانونية الجديدة ومفاهيمها في مجال الديمقراطية التشاركية، آليات إعداد البرنامج الجماعي التشاركي، والميزانية الجماعية المستجيبة لنا. المشاركون في هذا اللي استفدوا من هذه الورشات التكوينية كانوا 117 في المجموع ديالهم.
فقط 32 هما اللي غير شباب و85 كلهم شباب. ليش من الذكور والاناث كانت 58 الاناث و59 الذكور، يعني 50% 50%. هذا اللي صرنا عليه هو انه الحضور ديال العنصر النسوي يكون بنفس الحضور الذكور. أنشطة ذات الطابع الفني، عمل البرنامج على إعداد عرض مسرحي تحت عنوان الكنز فيه وفيه، وأخف موسيقي بمساهمة شباب دار أمستردام تابعة للجمعيات الجمعية، وبسبب عدم قدرتنا على عرضه لأن الظروف ديال هذا اضطرينا أننا يتم تصوير هذا العرض والبث ديالو على مواقع التواصل الاجتماعي اللي هي اللي كان هو الصفحة ديال الفيسبوك الخاصة بالجمعية. فهاد الأنشطة اللي هي عبر التواصل الاجتماعي ما كانش عندنا القدرة على التحكم في شكون اللي غادي يدخل شكون اللي غادي يستافد. من هنا كان هاد التباين أن الأغلبية اللي ولجوا للصفحة كانوا ذكور، هو اللي كيبان من خلال داك الإحصائيات الأولى ديال العدد الكبير ديال الذكور اللي شاهدوا أو لا استافدوا من البرنامج، كانوا في الأخص في الشق المتعلق بالأنشطة اللي دازت عبر الوسائط المنصة ديال الوسائط الاجتماعية خصوصا ديال الفيسبوك. أنشطة الحوار حول القضايا الراهنة للشباب عبر مواقع التواصل الاجتماعي، قمنا بإنجاز تنظيم جوج ديال الموائد ديال الحوار، أنشطة ديال الحوار عبر نوع من التوصيات اللي خرجوا بها حول كيفية إدماج الشباب في السياسة اللي توج بالكتيب اللي ما بين اليد ديالكم. باش يمكن نوصلوا لهذا الكتيب كانت ورشة ديال العمل ديال التفكير مع الشباب من أجل الوصول لهذ الخلاصات. هذه الورشة كان الهدف منها هو الخروج بكتيب أبيض حول السياسة العمومية الدامجة للشباب من مدينة العرائش، وهو ما تم إنجاز دياله. الورشة شارك فيها في المجموع 42 ديال الأشخاص، كانوا فيهم 38 ديال الشباب اللي شاركوا بشكل فعال في النقاشات واللي ساهمت بشكل كبير في أننا نخرجوا بخلاصات حول ما هو مشترك ما بين الشباب في مدينة العرائش، شنو الطموح ديالهم، ما تطلعات ديالهم، وكيفاش خص السياسات العمومية تدمج هاد الحاجيات داخل العمل ديالها، سواء بالنسبة للمجلس اللي اليوم قرب أنه يكمل الولاية دياله، ولكن المجالس اللي مجر من بعد. كنا فيهم 29 ديال الذكور و13 ديال الإناث. العريضة المقدمة هي عريضة كانت حول تحويل المحطة الطرقية القديمة إلى فضاء عمومي للتنمية الاجتماعية والتأطير الثقافي والفني اللي ارتأوا الشباب ديال خلال النقاش في داخل الورشة أنه في مائدة مستديرة أنهم كاين فضاء من الفضاءات اللي أصبح مهمل واللي هو فوسط المدينة اللي هو المحطة الطرقية اللي ولات حاليا كتشكل تهديد امني بالنسبه للمدينه بحكم ولات فارغه ولاو فيها الناس اللي هما خارجين على القانون. وفكروا شباب علاش ما يتمش استغلال هذاك الفضاء بشكل اخر، تكون فضاء للقاء ما بين ديال التلاقي ديال الشباب ديال مدينه العريش، وانه يكون فضاء للنشاط الثقافي والتأطير ديال الشباب ديال المدينه. وهكذا فكرت الجمعيه بان رغم الكودال هي المشرفه بانه ما ان هذا البرنامج هو برنامج ديال الشباب، ان حتى العريضه رغم انها
اطار البرنامج كما هو مصدر في العريضه، فانها توكلت بانها بحكم انه هو نقاش وحاجيه ديال الشباب، انها جمعيه شبابيه اللي هي اللي تكلفت بانها توضع العريضه. كنشكروا السي محمد بيوني على المجهودات اللي قام بها، فانه من الجمعيه ديالهم انها هي اللي شرفت وتم ايداع العريضه لدى مجلس ديال الجماعه ديال العريش. كنشكركم بزاف على الحضور ديالكم، حنا راه الاشاره ديالكم الا كانت شي اسئله تفسيريه وتوضيحيه في البرنامج او لا حول النتائج ديال البرنامج. يعني احنا حسب ما تمت الاشاره ان الطريقه ديال التقييم هي عن طريق تم عرض الانشطه على وسائل التواصل الاجتماعي. اذا احنا بغينا نعرفوا شنو هي التقييم، درتوا شي استمارات، اعتمدتوا على صبر يعني التفاعلات ديال الجمهور، يعني شنو هي المعايير اللي اعتمدتوها من اجل تقييم مثلا هذا البرنامج، حصيله البرنامج والاثار ديالي على الشباب. واش فكر في اطار قائم واقرب الى هذه المشاريع اللي بلورتها على ارض الواقع، اي المشاركه الفعاله اللي هو المجلس ديال مجلس الجماعي المصغر، يعني ديال الشباب التسميه ديالو فاتتني، ولكن هو يعني هو اقرب كما قلت الى التفاعل في هذا البرنامج ديال ايكوديل ديال. اذا ماذا بينا نعرفوا شنو، واش كان تواصل، واش كان اصلا المجلس تاسس وبالتالي تاسس من اجل باش يموت ربما، لان ملي تاسس ما شفناش على الارض الواقع، عرفنا شنو وقع التواصل بين هذا البرنامج وهذا المجلس. شكرا. المجلس البلدي والجماعي، بغيت نسولك هاد العريضه واش غادي يتم المتابعه ديالها ولا غادي تبقى غير في الوراق وصافي؟ هذا هو السؤال ديالي. ضمن بزاف الشباب وتم يعني المناقشه فيه ديال المجلس الشباب، واش كاين واحد شي رؤيه ولا شي امل في التجديد والاعاده الهيكله ديال هاد مجلس الشباب؟ وشكرا. شخص فيهم كلهم شباب، لان استهدفنا من خلال السيبلاج ديال المنصه ديال فيسبوك فقط الشباب. هنا غادي نشوفوا بان الاغلبيه كانوا ذكور، كانوا 22000 من هاد 31000 وفقط 8700 هما اللي اناث، وهنا هو اللي عطى هاد التباين اللي كان في المجموع. سينما الأبيدة او لا مواضيع اخرى اللي خصهم يزيدوا الشغل عليها، حنا فقط عطينا تجربه من التجارب وحاولنا نفعلوا اليه من الاليات ديال المشاركه الديمقراطيه اللي هي العريضه من خلال هذا البرنامج. ولكن على الشباب والجمعيات ديالهم انهم يكملوا في المسار ديالهم، والاقتراحات اللي اقترحوها خصهم يفعلوها على ارض الواقع، وهذا هو الهدف ديال البرنامج. المتابعه ديال العريضه بالفعل خص الشباب انهم يتبعوا العريضه ماشي غير تحط، خص الجمعيه، وهذا الدور ديالكم. البرنامج هو من اجل التاثير ديالكم، اجل التاثير ديال الشباب، المواكبه ديالهم، ولكن خص الجمعيات الشبابيه والشباب ديال المدينه، سواء اللي من خارج في المجلس ديال الشباب، سواء اللي من خارج كيشتغل في فضاءات اخرى ولا منظمات اخرى، انه يسعى على اساس انه يفعل المشاركه الديمقراطيه ديالو ويتابع الشان المحلي، وانه يتابع العريضه ومدى الادراج ديالها وشنو اللي غيكون الجواب ديال المجلس عليها. كنشكركم. لكانت شي اسئله اخرى.
طلب ديال الشباب بوضع المحطة الطرقية القديمة وضعها كبرنامج ديال دار الشباب ديال الثقافة ولا دار الفنية ولا إلى آخره، ولكن يبدو من خلال البرنامج أنه يتبنى هذا الطرح هذا، تبنى هذه العارضة، وبالتالي هو البرنامج عنده علاقة بإيكوديل مباشرة. يعني دابا كنطلب من الشباب انهم هما يفعلوا على ارض الواقع، يعني كيفاش غادي يديروا الشباب، يعني واش البرنامج اللي كيتبنى هذه العارضه ما يمكنش يفعلها ويمشي بها فيها بعيد، واذا كانت شي كيفيه من الكيفيات غيقوم بها البرنامج ولا جمعيه ايكوديل. طبعا البرنامج هو جمعيه ايكوديل. كنظن الا كان ممكن تكون واحد الصيغه اين التذكير ديال المجلس الجامعي، لانه دار واحد دار اكثر من دوره وقيل ربما ناقشنا هذا الموضوع هذا، وكانت تطرح هذه المساله ديال ترك الموضوع المحطه الطرقيه للراي العام ولا الفاعلين شي حاجه، هما يقولوا تبناها المجلس كما قيل صدق عليه هذه النقطه هذه، انه يشوفوا شنو المحطه شنو يطور رايهم شنو باغيينها تكون. اذا ها الشباب عبر على ديك الاراده اللي المجلس عطى فرصه انها باش تكون الكيفيه كم كنظن وقيل مفهوم شنو باغي نقول. اذا كان تبنى ايكوديل هاد العارضه ضمن الكيفيه اللي خصها تكون تذكير المجلس الجماعي بانه هو كان وراء هاد عطاء الفرصه للراي العام بما فيه الشباب، اذا ها هو عبر ها هو اختار. اذا انسجاما مع الوعد ديالكم احنا كايكوديل كنقدم لكم مشروع. بس سمعت واحد الرقم كيقول 35000 مشارك او مستفيد كان في هذه الدورات ولا الدوره هاد 35000 كاين واحد الرقم 35000 كاين عدد المشاهدات ولا المستفيدين بغيت نتاكد من الرقم 500 مشاهد العدد قال 35400 يعني كميه 35400 فيهم ذكور 25 اذا رقم ديال المستفيدين بغيت نسقس غير على هذا الرقم المستفيد. هذا الرقم واش كان اذا كنا كنهضروا على المشاركه مواطنه الشباب عرف في البدايه ديال المشروع كيكون من الهدف العام واش كان كاين شي مؤشر كتسقسوا على فوز ديك 35000 حتى هي كتله مهمه ديال عدد الناس اللي قادرين اللي مسجلين في الانتخابات فيهم، يعني التاثير من البدايه ديال المشروع. يعني الا كنا كنهضروا على مشاركه مواطنه اول تاثير خصو يدار هو واش انت تؤثر في الطريقه ديال تسيير المجتمع، يعني واش انت مسجل ولا ما مسجلش، واش كاين هذا المؤشر باش نعرف حتى هذه كتله مهمه الا كانت مسجله يعني راه طبعا كاينه في البدايه واحد التاثير. الجانب الثاني هو جانب التشريعي، اذا كنا باغين الشباب يكون مؤثر في وسط المجتمع، انا ما عرفتش واش جريتكم بالنقاش البدايه الاهداف، اذا كان الشباب ياثر خصنا نوجدوا له اليات، واش كان كاين شي دياغنوستيك نخرجوا بواحد الاليات اللي هما ناقصين باش ان الشباب يكون قادر في حديقه سيمومن انه دار واحد جوج ديال دار مجلس جماعي ديال الشباب ودارت ديال الهيئه الاستشاريه، بجوج بهم ما نجحوش، علاش ما نجحوش؟ حيت الرؤيه ما واضحاش، يعني ماشي الرؤيه ما واضحاش، هو واخا القوه الاقتراحيه مي ما كتنفذش كدوز مده طويله ما كتبقاش تمشي حيت كتبقى تقول انا مجرد مقترح وما غاتسمعليش. واش كاينه واش نتوما خرجتوا بشي توصيات لوضع واحد المجموعه ديال التشريعات اللي بالجانب ما نقولوش هي كتخليهم ياثروا مباشره ولكن كتعطيهم امكانيات ديال التاثير. النقطه الثالثه هي الكوطه ديال الشباب، الكوطه ديال الشباب دابا كتحيد في المغرب كامل، واش التوصيات واش خرجتوا شي توصيات انكم تمشيو في الطرح ديال ان كوطه الشباب تبقى اولا كوطه الشباب تمشيو مع الطرح العام انه يدوز ديك الشيء النسوي وما تبقاش كوطه الشباب اللي باش نديو فكره عن الموضوع القانوني والدستوري والقانوني ديال المشاركه. من بعد ما يكون تمكن واحد المجموعه من المفاهيم الاوليه والمفاهيم اللي كتحدد يعني هذا الدور ديال التدخل ديال الشباب ضمن المؤسسه اللي هي منتخبه ودستوريه الى غير ذلك، يعني جاء التمرين الاخر اللي هو العارضه.
العمليه ديال متابعه العريضه هي في الحقيقه ماشي مسؤوليه ديال جمعيه ايكودر، وان كان ان ايكودر عندها حتى هي لان مستعده لدعم اي مبادره بهذا النوع، ولكن فقط انه الشباب اللي استفاد من هذا البرنامج، الشباب اللي ممكن نسميهم هما خريجي هذا البرنامج وبالتالي اللي كانوا وراء هذه العريضه هما اللي مطالبين بانهم يواكبوها ويكونوا ملحاحين في العمليه ديال التتبع ديال الماليه، ان هناك عرائض توضعت وما كانش هناك يعني حتى يعني ما اهتم بها ولا ما تسجلات، وبالاضافه الى كانت عرائض كذلك اللي تناقشت داخل دورات المجلس، مثلا العريضه اللي كانوا رفعتها الهيئه ديال تكافؤ الفرص حول انشاء المراحل بالنسبه للنساء في الساحات العموميه في الاماكن العموميه. اذا قلت بان العمليه ديال التتبع ديال هذه العريضه هي من مسؤوليه حاليا كتبقى مسؤوليه ديال يعني هاد الشباب، خصوصا بان تكونت واحد اللجنه هي اللي عملت عمليه ديال التتبع والصياغه والايداع ديالها لدى المجلس الجماعي. وان كان عاوتاني باش نفهموا كذلك واحد القضيه هنا وانا فين كنتكلموا على القضيه ديال الحدود والاختصاصات الى غير ذلك، انه لا يعني بانه اذا كانت عريضه ديال الشباب كطالبة عند تصور معين حتى وضعته حول المحطه الطرقيه بان هذا هو التصور اللي غادي يكون نهائي ولا هو اللي غادي يتخذ 100%، لان المجتمع ما مشيش عم الشباب، كاين فئات عريضه وشرائح اخرى داخل المجتمع اللي حتى هي بدورها انها من حقها ونكونوا ديمقراطيين اكثر انها تعطاها فرصه حتى هي تعطي رايها وتدلي بالدم ديالها فيما يخص بالمآل ديال المحطه الطرقيه. إذا كان الشباب عنده اهتمامات مثلا ثقافية فنية إلى غير ذلك، هناك فئات أخرى ربما اللي يمكن تكون عندها اهتمامات أخرى، لأن حتى في النقاش ديالنا اللي تسال هنايا كاين اللي طرح مسألة ديال الباركين، كاين اللي طرح مجموعة لأن حاليا مدينة العرايش كيبدات كتعرف واحد اختناق كبير في العملية ديال وقوف السيارات إلى غير ذلك، كاين اللي طرح باركين وباركين ضمن المحطة الطرقية، يعني يمكن يكون باركين سوسول إلى غير ذلك، يعني كاين افكار، ولكن العمليه ديال ان فتح المجال المختلف مكونات ديال المجتمع انها تعطي رايها وبالتالي ان نشوفوا نوصلوا في نهايه المطاف، يعني كنظن بان هذا هو المسار الصحيح وهذه هي المشاركه الحقيقيه، لان حتى شي واحد ما كيحتكر القرار اللي عنده، احنا ما نقول ما يمكنش المجلس الجماعي بوحدو اللي غيقرر، ولكن كذلك حتى من خرجوا للمجتمع، المجتمع كما قلت راه متنوع ومتعدد، وهنا الاحترام ديال التعدد والاختلاف كيبقى يعني اساسي وضروري في التعاطي مع مثل هاد الملفات هذه، لانه انا شخصيا العديد من كل واحد يعني عنده تصور وعنده رؤيه، كاين اللي كيتكلم بان يدير واحد كونكور دي ديال ليتلونسا يمكن يشاركوا في ليزارسيتيك، لان عندنا مثلا مهندسين، عندنا كناشي، عندنا مهندسين في الاوربانيزم يعني في المجال ديال التعمير، اللي يمكن تهم يعطونا افكار اخرى اللي ممكن نزوجوا فيها ما بين نقدر نزوجوا فيها ما بين هذا المطمح ديال الشباب اللي هو فضاء ثقافي، وما بين وظائف اخرى اللي ممكن يلعبوهم هذيك المكان يمكن يلعبوهم، يعني كاين حتى العمليه ديال المتواجع على اي اظن بانه احنا اللي كيهمنا من داخل البرنامج هو الشباب يتمرس على هذه العمليه هذه، يعني اكيد اذا اليوم دار عارضه حول المحطه وعرف بان شنو هي الضوابط القانونيه لوضع العارضه، لان الفرق ما بين انك تكون فكره ولا هذا، ولكن إذا ما كنتش ضابط آلية قانونية اللي وضعها في المسار الصحيح راه كتكون ملغاة، يعني ما يمكنش أخذها بعين الاعتبار. الآن عندنا شباب اللي تمرس على العملية ديال العرائض، تمرس على عارف يعني فين يعني الاختصاص ديالو والحدود ديالو فين كتوقف إلى غير ذلك، وبالتالي فأكيد أن عادي تكون تعاطي مع مواضيع أخرى من هذا الموضوع هذا. فيما يخص الأسئلة اللي طرح الأخ جمال السباعي واللي هي أسئلة بحقيقة يعني عميقة وكتغطي لو بغينا نقولوا ليس فقط مجال يعني ديال العمل ديال الشباب يعني في اطارات مدنيه، وانما كتلامس ايضا دوره وعمله في المجالات في الاطارات السياسيه، بمعنى العمل السياسي العمل الحزبي، يعني اي موقع حاليا للشباب ضمن العمل الحزبي حاليا في المغرب، اي موقع له مثلا ضمن حاليا احنا مقبلين على التجربه ديال الانتخابيه الجديده، واش هناك بالفعل تواجد ديال الشباب ولا اعطائهم اولويه معينه ضمن برامج ولا ضمن لوائح انتخابيه ديال الاحزاب. اذا هذا عاوتاني نقاش يعني نقاش عميق اللي كما قلت بانه كيدخل في اطار كذلك العمل السياسي الحزبي يعني بشكل عام. فيما فقط بانه حنا بالنسبه للبرنامج واش مشينا بعيد في العمليه ديال المؤشرات، الحقيقه مؤشر مهم اللي تكلم عليه الاخ جمال اللي هو وصلنا مساله مثلا ضبطوا هاد الشباب واش بالفعل منخرط في اللوائح الانتخابيه او لا او لا هذا، ف ما مشينا ما وصلناش لهذا المستوى هذا في البرنامج، يعني ما كانش داخل ضمن المؤشرات اللي تحدثت مع الشركاء ديالنا في البرنامج، يعني ما كانش هذه العمليه اللي ضمن
هذا البرنامج هذا. كان يعني كما قلنا هو نقاش عام حول المشاركه، ولكن كيبقى بطبيعه الحال الشباب انه هو اللي عاوتاني خصو يبقى له المجال ديالو مفتوح، لا في اختيار موقفه من العمليه الانتخابيه ككل، وايضا الاختيار ديالو للمؤسسه الحزبيه اللي ممكن كيشوف بانه قادر يصرف فيها القناعات ديالو. وصولا مساله ديال كوطات الشباب حتى هي كما قلنا بانه احنا مساله في مستوى البرنامج انه ما وصلناش، وان كان انه احنا من خلال مجموعه التوصيات اللي عندنا صادره في الكتيب الابيض هناك كاينه يعني الاشارات ولا كاينه تقاطع فيما يتعلق بالمشاركه السياسيه، وان كان ان المساله الحاليه ديال كوطات الشباب يعني تقريبا حسمت بالنسبه للاحزاب السياسيه بانه تلغات على مستوى البرلمان، ولكن باقي النقاش وهذا اللي جديد هو نقاشها حول يعني ادراجها في الانتخابات الجماعيه. حاليا باقي هذا النقاش اللي مازال ما تحسمش، على اعتبار كيقول لك بانه الشاب اول حاجه خصو يتمرس ضمن مؤسسات المنتخبه المحليه قبل ما يوصل للبرلمان، يعني هذا هو المبرر اللي عطاوه في مجموعه ديال الاحزاب اللي حاليا متحمسه العمليه ديال الغاء الدواعي الشباب اللي يحتاج حاليا باقا يعني كاين شي حاجه قانونيه. يعني هذا النقاش اللي حاليا داير ما بين الاحزاب ووزاره الداخليه، الاغلبيه الاحزاب كتمشي حاليا في اتجاه ديال الغاء ديال كوطه الشباب واعطائها الكوطه اضافتها على الكوطه النسائيه، ولكن كذلك كاين هناك مقترح ديال لوائح الشباب ضمن التجربه الجماعيه، وهنا كنظن بانها تكون تجربه مهمه هذه اذا تمت المصادقه عليها، انها تعطي فرصه كذلك للشباب، لان عارفين يعني الدحس اللي كاين على مستوى اللوائح الانتخابيه بالنسبه للشباب باش يمكن يكون عندهم مكانته. اذا تما بالنسبه للمنه يعني احنا واكبنا البرنامج منذ البدايه ديالو، والاخ مؤمن يعني كنت بغيت ناخذ لك طبع المؤسسات يعني في التعامل ديالنا مع جمعيه ايكو داير يعني باش يمكن نرقاو المستوى ديال الممارسه المهنيه ولا حتى الجمعويه، داك الشيء يكون علاقه ديال التواصل يعني وطيده ومؤسساتيه. وبالنسبه للمشاركه في ندوه الاعلام يعني كانت واحد الغياب الا بغينا نقولوا تقريبا بالنسبه لوسائل الاعلام المحليه. لاحظنا بان المنهج اللي اعتمدتوها يعني فيما يخص استدعاء بعض سواء اساتذه او يعني من جامعات، وهذا مزيان الانفتاح ديالنا على المحيط ديالنا فهمتي اما الجهوي او الوطني لماذا نستخدم التجارب ومن هذا. لاحظنا بان غياب هناك وسائل اعلام، وكذلك بالنسبه للتوصيات بغينا نعرفوا التوصيات يعني اللي تمخلت عليها يعني شرتوا ليها، ولكن نناقشوها يعني فيما يخص ترى يعني سواء على وضعيه المؤسسات الاعلاميه هنا الوضعيه ديالها يعني والتصريحات يعني بالنسبه لنا احنا كجسم اعلامي فهي كانت نسبيا مع الوضع الهشاشه الذي نعيشه، يعني كنهضروا على الدمج الاجتماعي وكذا وكذا، اذا احتاج المؤسسات بدا محتاجه للدمج والانخراط ديالها في يعني في المحيط ديالها وداك الشيء. اذا لاحظنا بان هناك بعض التصريحات ما ندخلوش الحيثيات يعني بعض التصريحات التي كانت يعني تضعف موقع هذه المؤسسات الاعلاميه، مع ان احنا كنعرفوا المحيط ديالنا والهشه ديالنا والموقف ديال المجتمع. اذا هذه المساله ما يعني وهنا غادي ناخذ بصراحه انا عندي واحد الراي يعني فيما يخص استدامه المشروع في المستقبل. احنا كنبغيو يعني علاقات مؤسساتيه، واخا مازال ما كاين ما يعني كان ناحيه الهيكله ديال هذه المواقع وداك الشيء باقي فيها نقاش كبير وداك الشيء، ولكن كناس يعني نخبه ديال المجتمع وكتمر يعني في داخل المجتمع بعض التصريحات هي معلومه، ولكن احنا من بعد ملي غادي نجتمعوا احنا خصنا واحد التجانس بالنسبه لهذه المواقع الالكترونيه. انا كنعتبرها يعني خمسه د المواقع راه ولا سته د المواقع يعني حاضره بهذا، يعني احنا بغينا نخلقوا في المستقبل باش يكون عندنا واحد الكلمه مشتركه مع بعضياتنا نحلوا مجموعه ديال المشاكل في المستقبل ان شاء الله. اذا فيما يخص الرؤيه اللي اعتمدت مادام ان كاينه هذه المساله ديال السياسه الدامجه او المشاركه المواطنه، اذا احنا بالنسبه لنا تم تغيير ديال اغلب المواقع الالكترونيه. يعني بالنسبه للسؤال في هذه النقطه مزيان الموافقه على ندوه اعلاميه اقتصرنا على بعض الشباب اللي كانت عندهم ادوار يعني طلائعيه في العمليه ديال المواكبه ديال البرنامج، وبالتالي العدد يعني كان كاين شويه توا ضغط، واللي خلانا اننا ما قدرناش بان ممكن عنده كاع دعوه عامه وتكون العمليه تكون افيد.
اذا كنعتبروا حتى انا كنتمنى هادشي اللي جا في المداخله ديالك، وبالتالي يعني نلقاو المعامله ما بين اطارات مدنيه وسائل الاعلام ديالنا المحليه لاطار مؤسسه عامه مؤسساتي بالفعل. وبالتالي حنا انا كنظن بان من الدور ومن مسؤوليه ايضا ديال الفاعلين المدنيين اللي يدعموا التجارب حاليا الاعلاميه المحليه اللي عندنا في الحقيقه، لان كنعرفوا الظروف اللي كيشتغلوا فيها الاخوان وهذا، وهذا الشيء هو اللي كان موضوع الحلقه الندوه، كان موضوع الندوه كان مهم بزاف لان طرقت فيه يعني المختلف خاصه فيما يتعلق يعني بالاعلام المحلي بعلاقته بمجموعه من الامور القانونيه الى غير ذلك. انا كنظن بان دابا هذا الشيء اللي كنت كان بالنسبه للندوه ديال الاعلام، عندنا التسجيل كامل ديالها اللي مستعدين نوضعوا راه الاشاره ديالكم سواء كنا يعني عندكم الرابط ديالها بالتالي حنا نوضعوا على مستوى الصفحه ولا المهم على اي عندنا الرابط ديال الندوه اللي غنوضعوا هو غادي يتم التعميم ديالو على جميع ديال وسائل الاعلام، وبالتالي باش تكون. وبالنسبه لجمعيه ايكودر هناك برنامج اخر كتشتغل عليه يعني تقريبا في نفس الاطار اللي بشراكه مع التعاون الاسباني، واللي اكيد غيكونوا فيه محطات اللي غنتفاعلوا فيهم مع الاعلام ومع الاعلام المحلي بالخصوص. الاخوان مره اخرى كنجدوا الشكر ديالنا لكم للمتابعه ديالكم واللي كانت هي اساسا دعم هذا البرنامج طيله يعني المحطات ديالو. يعني سوف يعني كما قلت بان هناك روابط، هناك كذلك يعني السيديات اللي غادي ندعوهم بما اللي فيهم خلاصه يعني المحطه القويه اللي عرفها هذا البرنامج اللي غادي نمكنوكم منها. كنتمناو اننا نعاودوا نتلاقاو يعني في برامج وفي انشطه اخرى مستقبلا، وشكرا لكم على المواكبة.